يواصل وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني جولته الشرق أوسطية التي تستمر حتى غد وتتمحور حول الآفاق السياسية لمرحلة ما بعد الحرب في غزة. وبعد زيارته لمصر بدأ الوزير الفرنسي زيارة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان. ويسعى سيجورني في جولته إلى العمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة وإقناع الفرقاء بإعادة فتح الأفق السياسي استنادا إلى مبدأ حل قيام الدولتين. ومن جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي لنظيره الفرنسي إن الوقت ينفذ أمام حل دبلوماسي في جنوب لبنان الذي يشهد تبادلا يوميا للقصف منذ أشهر بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.